إلى زمن غير بعيد كانت المؤسسة العمومية للنظافة بولاية معسكر على وشك الإفلاس قبل أن تسجل إقلاعة جديدة من خلال استحداث نشاطات أخرى، ومن ذلك مركز لإنتاج السماد العضوي موجه للفلاحين. مشروع بطاقة إنتاجية للسماد العضوي الطبيعي 5000 طن سنويا. هذا المشروع يستقبل يوميا ما يقارب 10 طن من النفايات العضوية و 20 طن من النفايات الخضراء. هذا ما يساهم في رفع العبء على مستوى مراكز الردم التقني. يقوم عمل هذا المركز على استرجاع النفايات العضوية والخضراء وطحنها وخلطها، ثم توفير ظروف الحرارة والرطوبة قبل غربلتها، ثم تعبئتها في أكياس توجه للنشاطات الفلاحية. العملية الأولى التي نقوم بها هي جمع النفايات العضوية وإدخالها إلى المحطة، ثم نقوم بعملية خلط النفايات العضوية مع النفايات الخضراء وإضافتها للماء للحصول على الحرارة الملائمة للسماد العضوي. بعدها بعد نضج السماد نقوم بعملية غربلته على مستوى لطامي ستاشونير متواجد بجانبي، لنقوم بعد الغربلة نقوم بعملية أخذ عينات على مستوى المخبر لتحليلها، ثم نقوم بإعطاء الضوء الأخضر للقيام بعملية التعليب من جهة التعبير. نقوم بنقل كمية من السماد إلى المخبر قصد إجراء تحاليل الكمية والنوعية للسماد، مثل قياس نسبة الرطوبة، درجة الحموضة، المواد المغذية الموجودة في السماد العضوي. هي عملية ترويجية للمنتوج باختيار بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية وغرفة التجارة والصناعة من أجل عملية توزيع مجاني. لتشرع مؤسسة النظافة في توزيع المنتوج مجانا على الفلاحين في خطوة للتعريف به وتقريبه منهم، كما قامت بتكوين إطارات مركز التسميد في مجال الإنتاج والمحافظة على البيئة لتقوية هذا الهيكل ودوام نشاطه.